كان عندي في زياره عمل من اسبوعين، قال لي يا كابتن اسلام كل حاجه بتتغير. قال لي كده، قال لي كل حاجه بتتغير وفي ثانيه كل حاجه بتتغير. فعلا كل حاجه بتتغير وبتتغير في ثانيه، سبحان الله. حب النادي الاهلي جوانا وهيفضل جوانا مهما كانت الظروف ومهما كانت الامور ومهما كان اي حاجه تانية. فدايما انا بقول الكلام ده ليه؟ لانه جمهور الاهلي الحقيقه الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش في ظل كل حاجه ثابته قدامنا بنشوفها بتتغير. زي ما قلت لحضراتكم، احد الاصدقاء من اسبوعين جالي وكان بيتكلم معايا في شغل وقال لي كل حاجه بتتغير، وفعلا كل حاجه اتغيرت، ولكن الا جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي بيظل دائما الداعم الاول والسند الاول لفريقه، الداعم الاول والسند الاول لكل ما يخص النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي هو الاساس في كل شيء. جمهور النادي الاهلي هو اللي شايل اسم النادي الاهلي من 1907 لغايه دلوقتي. هو الحاجه الوحيده اللي ما بتتغيرش، الحاجه الوحيده. قرارات بتتغير، امور اخرى بتتغير، ماتشات، نتائج ماتشات بتتغير، اي حاجه بتتغير الا جمهور النادي الاهلي، الا جمهور النادي الاهلي. عشان كده دايما فضل جمهور النادي الاهلي على دماغنا من فوق. انا واحد من الناس، انا اسف ان انا بقول انا، ولكن انا واحد من الناس اللي شفت الجمهور بيعمل ايه، شفت الجمهور بيحب نادي ازاي، شفت الجمهور وانا في الملعب بالمناسبه وحواليا 100,000، وانا في الملعب وحواليا 100,000 اهلاوي. ال 100,000 دول كانوا بيخلوني مش اجري، ما كنتش قادر ابقى واقف على رجلي، وكنت بجري ضعف اللي انا كنت بجريه في اول الماتش علشان خاطر جمهور النادي الاهلي. فالحاجه الوحيده اللي كل القرارات بتتغير وكل نتائج الماتشات بتتغير وكل الامور بتتغير، ولكن يظل دائما من لا يتغير السند والداعم الرئيسي لينا او للنادي الاهلي في كل شيء هو جمهور النادي الاهلي. النهارده